عقد أمناء وأعضاء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مقر مجلس الشورى بمدينة الرياض بهدف تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية. عقد أصحاب المعالي والسعادة أمناء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مقر مجلس الشورى السعودي بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية وآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس. وقد مثل مجلس الأمة الكويتي وفد رسمي برئاسة النائب أحمد القضيبي. ناقشنا بعض المحاور وتوصلنا إلى اتفاق فيها، وراح إن شاء الله نصادق عليها نهاية الاجتماع اليوم. اتفقنا كلنا على موضوعين رئيسيين اللي هو الأمن الخليجي وكذلك تنويع مصادر الدخل غير النفط بالنسبة لدول مجلس التعاون. واطلعت اللجنة التنسيقية على تقرير المتابعة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة ونتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وتكليفها بدراسة بعض الأنظمة الاسترشادية. تقدمت جميع المجالس الخليجية بموضوعات مقترحة تهم الشأن الخليجي، ونظام الاجتماع الدوري ينص على أن يرفع للاجتماع الدوري من هذا الاجتماع ثلاثة عناوين رئيسية، وقد تم الاتفاق على أن تكون الأولوية لمكافحة خطر الإرهاب الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي ووضع الخطط الكفيلة بالتصدي له، وهناك أيضا موضوعات أخرى تتعلق بالشأن الاقتصادي. كما اطلعت اللجنة التنسيقية على نتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، إضافة إلى توحيد المواقف الخليجية تجاه القضايا البرلمانية الدولية. أهم النقاط كيفية التعامل مع التقارير الصادرة من البرلمانات الأوروبية وكيفية أيضا التعامل معها، وأيضا الخبراء البرلمانيين اللي في مقترح أن يكون هناك خبراء برلمانيين في دول مجلس التعاون. يأتي اجتماع اللجنة البرلمانية التنسيقية تحضيرا للاجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي سيعقد في شهر صفر المقبل في مدينة الرياض لتنسيق الأعمال في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية بين المجالس التشريعية. سامي الحمود، لتلفزيون دولة الكويت، الرياض.